السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوت خواتاتي، كديري؟ لبس عليكم بخير، هانيين، كراكم مزيانين. نتمنى نكون كاع تكونوا بخير وعلى خير فين ما كنتو تما كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم مع فيديو جديد. فيديو ديال اليوم جيت ان شاء الله غادي نتقاسم معكم وصفه اللي كتجي اكثر من رائعه فقط بيضه واحده. نوضي اختي جيبي ليا بيضه وروحي حضري معايا هذه الوصفه، هذه خطيره خطيره جدا في المذاق، فغادي تنفعكم بزاف مع وليداتكم المدرسه. كتجي فتيه كدوب في الفم بطريقه اللي سهله وبمقادير اللي هما اقتصاديين جدا. فقبل ما نبدا الفيديو ديالنا كيف ما العاده، ما نساوش الصلاه على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ما تنساونيش اخواتي من لي لايك وم تعليقكم الزوينه المحفزه على الفيديو اللي كتفرحني بزاف فاش كنقراها. وندوز الان الطريقه والمكونات مع بعضياتنا. فبسم الله على بركة الله، في بول كنوضع حبة من البيض، حبة اللي تكون في درجة المطبخ يعني برا من الثلاجة. أيضا كنوضع واحد الرشة ديال الملح ضروري لتصحيح الذوق، جوج أكياس ديال الفاني، وأيضا كنوضع كاس إلا ربع ديال سكر سنيدة اللي هو سكر حبيبات. من بعد كناخد الفوي او الخلاط اليدوي وكنخلط مليح او كندمج مليح داك البيضه مع السكر حتى كيصبح لنا الخليط بهذا الشكل هذا، يعني كيولي الخليط ديالنا اللون ديالو ابيض بهذا الشكل، يعني السكر مع داك الحبه ديال البيض. من بعد هنا كناخذ نص كاس ديال زيت نباتي اللي هو زيت العاديه بنفس الكاس اللي عبرت به السكر، يعني كاس ديال العلبه كما لاحظتوا معايا، وكنوضعو كنولي تاني ندمج المكونات مليح مع بعض، يعني الزيت مع السكر وداك الحبه ديال البيض بطبيعه الحال. من بعد هذه المرحله هذه كناخذ واحد العلبه ديال الياغورت بالنكهه ديال الموز اللي كتعطينا واحد المذاق واعر واعر بزاف. هاد الكيكات كيتجي خطيره هاد النكهه هذه، فديروا الموز يعني هاد العلبه هذه ديال الموز وردوا عليا. من بعد ما كنوضع داك العلبه ديال الياغورت كندمجها ثاني، وكنزيد هنا كاس من الحليب نفس الكاس ديال العلبه اللي عبرت به الزيت وسنيده او السكر. من بعد كناخذ الدقيق، صراحه بالنسبه للدقيق ما عبرتوش معكم حيت كيختلف من نوعيه الى اخرى، كاين دقيق اللي كيتشرب وكاين دقيق اللي ما كيتشربش، فغادي نوريكم القوام ديال الخليط ديالنا في الاخير. ايضا كنوضع هنا في هذه المرحله جوج اكياس ديال خميره الحلويات من فئه ديال 8 غرام، المجموع اللي هو 16 غرام في هذه الكيكات. صافي، وكنبقى نجمع في الخليط ديالنا، وانا كنبقى نضيف الدقيق بالتدريج، يعني شويه بشويه وحنا كنجمعوا في الخليط حتى كنتحصلوا على هذا القوام هذا. هانتوما تقريبا مثل يعني القوام ديال الكيك، الكيك العادي كيف ما كتلاحظوا. غادي نقص هنا في واحد لوبول اخر تقريبا واحد 3 ديال المعالق من الخليط، وغادي نضيف هنا واحد الكيس ديال الكاكاو المر، يعني فهاد 3 ديال المعالق اللي وضعت ديال الخليط. بالنسبه للكاكاو ننصحكم بهذا ديال الباكيه، كيكون المذاق ديالو زوين صراحه، كيعطي واحد المذاق زوين بزاف. فبالنسبه للكاكاو ديال العبار كيعطي غير اللون ما فيهش المذاق بصفه نهائيه، داكشي علاش قلت لكم الاحسن توضعوا هذا ديال الباكيه. وإلا بالكم هكا الخليط ديالكم تقال هكا واحد شويه فاش كتوضعوا داك الكاكاو، كتزيدوا قطرات ديال الحليب حتى كتنطلق لكم داك العجينه وكتصبح لكم بهذا الشكل. زدت تقريبا معلقه ديال الحليب هانتوما حتى نطلقت لنا العجينه وصبحت لنا بهذا الشكل هذا كما كتلاحظوا. هنا بالنسبه للعجينه البيضاء غادي ناخذ واحد مويكا ولا كيس بلاستيكي وغادي نوضع داك الخليط فيها. غادي نفرغ داك الخليط كله في هاد المويكه هذه كما كتلاحظوا. ومن بعد هنا خديت واحد لاطه ديال الفران درت فيها ورق الزبده كما كتلاحظوا، ضروري من هاد الحلوه هذه وهاد الكيكه ما ديروها في ورق الزبده، يعني الا درتوها مباشره في اللاطه ديالكم ديال الفران واخا تكونوا دهنينها بالزيت صراحه كتلصق وكتسيح في نفس الوقت، داكشي علاش قلت لكم ضروري هاد ورق الزبده هذا. صافي، كديروا دائرات داك الخليط الابيض كيف ما لاحظتوا معايا، ومن بعد داك الخليط الاسود وضعته في هاد العيبه هذه وكنوضع به خطوط بهذا الشكل هذا على شكل الحلزون. من بعد هنا كناخذ كيغدو وكنحاول نزين هاد الزين البسيط على هاد الشكل. ومن بعد ما كنزين الكيكات ديالي كندخلهم الفران، الفران اللي كنكون ديجا شعلاه من قبل، كنخليهم في الجهه اللي الفوق حتى كيتحمروا
ومن بعد كنهبطهم لتحت، نخليهم ايضا يتحمروا من الجهه ديال الوجه ونخرجهم. من بعد ما خرجتهم من الفران، هادو هما الشكل ديالهم، شوفوا معايا كيجيو محمرين هكا من الجهتان، كي لتحت كي الفوق كيف ما كتلاحظوا، وخفافين ومفشفشين من الداخل ديالهم، كيجيو واعرين وبطبيعه الحال كميه اللي كبيره كيف ما لاحظتوا معايا. بالنسبه للتزيين ديالهم اخواتي، خديت انا المربى ديال المشمش صافي، وكنلصق وحده مع وحده يعني بهذا الشكل. هذا كيجي المذاق ديالهم كيحمق، وغادي ينفعوكم بزاف مع وليداتكم هكا الكوتي، صراحه كيجي واعرين واعرين بزاف، خصوصا مع المربى ديال المشمش. يا سلام، شي حاجه اللي واعره، وفقط بيضه وحده كيف ما لاحظتوا معايا. فنوضوا حضروهم وردوا عليا، انا متاكده الا جربتوهم غيوليو ان شاء الله معتمدين عندكم، وتبقاو دائما ديروا هذه الوصفه، او وليداتكم دائما غيبقاو يطلبوهم منكم. فنتمنى اخواتي انكم تجربوهم وتردوا عليا، نتمنى الا جربتوهم عجبوكم بطبيعه الحال تبارطاجيو الفيديو مع خوتكم صحابكم مع كاع الناس اللي كتعرفوا، فضلا وليس امرا. ما تنساونيش ملي لايك ومتعاليكم الزوينه المحفزه على الفيديو كيف ما كنقولها لكم في كل فيديو، فعلي لايكات ديالكم تعليقكم هي اللي كتحفزني باش كنتقاسم معكم وصفات ليهم جداد، كنتحفز باش نوض ونصور ونتقاسم معكم كما قلت لكم وصفات ليهم جداد. فما تبخلوش عليا بهم، والهلا يخطيكم عليا يا احسن متتبعات، ونتمنى الوصفات اللي كنبارطاجي معكم يكونوا كينالوا اعجابكم. فدائما كنجيبكم وصفات اللي هما اقتصاديين وفي متناول الجميع، يعني يقدر كل شيء يدير، اللي عنده اختي يدير واللي ما عندوش يدير، كل شيء جرب معي الوصفه. فهذا هو الشكل النهائي ديال الكيكات ديالنا من بعد ما لصقناهم بالمربى. شوفوا معي ما شاء الله، هنا راه خرجت لي 10 ديال الحبات، وحبه راهم كلاوها لي وليداتي هي 12 ديال الحبات، يعني متلاصقين. اما هكاك راه كيخرج يعني وحده مع وحده كيخرج 12، يعني كل وحده بوحدها كتخرج لنا 24 حبه. فنتمنى من خوتي خواتاتي انكم تجربوهم تردوا عليا، حيت فريمون كيستحقوا التجربه. شوفوا معي من الداخل ديالهم من بعد ما عطيت معكم هذه، كيجيو عامرين من داك المربى، فتيين ورطبين وهشاشين في نفس الوقت. فنتمنى تجربوهم حتى نتوما وتردوا عليا كما قلت لكم في الكومونتير كيجاوكم، انا متاكده غادي ينالوا اعجابكم بزاف ان شاء الله. فاخوتي خواتاتي الا باقيين كتهضروا الصفحه حتى لدابا، كنقول لكم شكرا بزاف على حسن المتابعه، وما غاديش نطول عليكم اكثر من هكا، غنقول لكم السلام عليكم مع فيديو جديد ووصفات جديده ان شاء الله. السلام عليكم.